بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور خالد عبد الفتاح محمد بدر، رئيس مجلس إدارة نقابة البحث العلمي ومتخصص في تمويل والاستثمار. الموضوع اللي هنتكلم فيه هو موضوع هام جدا، يتمحور في كيفية إجماع اللحمة الوطنية في اتجاه واحد تحت مسمى نظرية المعرفة والمصداقية كنظام سياسي واقتصادي وأيديولوجية إنسانية، حيث تتحدد مفهوم هذه النظرية ببساطة في أنه لم يعد هناك معنى الأيديولوجيات، هذا يساري وهذا علماني وهذا إسلامي وهذا ليبرالي، كل هذا لم يعد يتوافق مع الثورة التكنولوجية والمعرفية الحالية. لذلك نحن نتحدث عن نظام جديد هي المعرفة والمصداقية. الإسلام يدعو للمعرفة والمصداقية، كذلك الليبرالية، كذلك اليسار، كذلك اليمين، بما أن الجميع يتفق على أن المعرفة والمصداقية يتوافق معها الجميع ولا تتناقض أو تختلف مع أي أيديولوجية أخرى، إذن فلتكن الأيديولوجية الإنسانية أو وحدة الشعب المصري تحت مسمى المعرفة والمصداقية. وهي بتفسر ببساطة شديدة أن كل شخص يمتلك المعرفة والمصداقية يجب أن يتولى منصبا ما، يبقى تولي المنصب مرتبط بمقدار ما تمتلكه من معرفة ومصداقية. الهدف من النظرية هي الهدف الأول هو تجميع المجتمع المصري وتوحيد كافة أطرافه المتناقضة. النقطة الثانية هي بروز وتقديم أفضل العناصر في المجتمع لتولي المناصب الإدارية والسياسية في الدولة. النقطة الثانية إن هو القضاء على الصراعات التنظيمية والهيكلية المفتعلة وبناء دولة تعتمد على المعرفة والمصداقية، وبالتالي تكون دولة متطورة علميا وفكريا وسياسيا، موحدة اجتماعيا وثقافيا، وبالتالي يؤدي لتطوير المجتمع بشكل أكثر وأسرع. لذلك تم عرض هذه النظرية، هي ببساطة شديدة تعتمد على إن كل من يمتلك علم في تحريف المعرفة في هذه البحث هو تحليل واستيعاب الواقع والتنبؤ بالمستقبل وابتكار الحلول بناء على تلك الرؤيه. بيحصل المتقدم على شهاده تسمى شهاده المعرفه بعد اجتياز اختبارات معينه، ثم بعد ذلك ياتي كل من يريد ان يتولى منصب، بيجي قبل تولي المنصب بما انه ادعى انه يمتلك المعرفه، اذا لديه رؤيه وابتكار وتحليل الواقع، اذا بنقدم له ورقه نقول له ماذا سوف تعمل بعد توليته المنصب، يذكر ما يشاء اللي ما سوف يقوم به بعد توليه المنصب، ثم يوقع عليه ويقيم بعد 6 أشهر من توليه المنصب. إذا لم يقوم بتنفيذ 75% من الأهداف اللي حددها خلال 6 أشهر، يتم عزله ولا يتولى هذا المنصب ولا منصب أعلى مدى حياته. وإذا حقق أقل من 50% أو 50% يحاكم بتهمة الكذب والخيانة الأمانة، لأنه ادعى المعرفة هو لا يملكه. ومن لا يملك المعرفة لا يملك المصداقية، والمصداقية هي التي توصل للمعرفة. وبناء على هذا تم تقديم هذا البحث لكافة المسؤولين في الدولة بما فيها رئيس الجمهورية، ولم يرد علينا أحد. لذلك قمنا برفع دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة يوم 5/5/2015، وهذه الدعوة سوف تنظر تنفيذ هذا البحث وتحويله إلى تطبيق عملي وتنفيذه للواقع وإلزام الدولة بتنفيذ هذا البحث، لأنه لا يمكن وجود قانون لمجلس الشعب دستوري بدون هذا البحث، ولا يمكن أن تتوحد صفوف المجتمع بدون هذا البحث. لذلك هذا البحث تم عمله بعناية شديدة ليوحد المجتمع ويقضي على المؤامرات والتناقضات ويقضي على الأيديولوجيات المفتعلة والإدعاءات والمتاجرة سواء بالدين أو بالوطنية. كل من يمتلك، لأن الدين يدعو للمعرفة والوطنية تدعو للمعرفة، وبناء عليه كل من يمتلك المعرفة يتقدم، ومن لا يمتلكها لا يدعي لا بدين ولا بوطنية أنه يريد أن ينصب وإلا يكون فاسدا خائنا. وبناء عليه أرجو من الجميع مؤازرتنا والحضور يوم 5/5 في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة. تحديدا دكتور، إيه الرسالة اللي عاوز توصلها للبحث ده؟ الرسالة أنا بقولها إن المجتمع في هذا البحث سيكون على كلمة سواء، المصريين كافة متساويين في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم، كل التمييز يعتمد على المعرفة، يعني مقدار ما تمتلكه من معرفة هو ما يوصلك لأي منصب في الدولة، ولن تستطيع أن تكذب أو تحتال لأن عقوبتك رادعة إذا ادعيت المعرفة وأنت لا تملكها.